السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطعة أرض فدانين، طبعا هي مبدئيا دي المنجم سياحة اهي، تمام. في فدانين جنبي اللي هم دول، في فدانين جنبي من الطريق، من السكة دي، السكة اهي، السكة دي في فدانين راسين عليهم، وأنا بعدها على طول الفدانين اللي بعدهم على طول، تمام. المنجم سياحة اهي، المانجا مشيحة حياة ما شاء الله، يعني مانجا كويسة يعني، ولسه ما ترشتش كمان ولا حاجة، تمام. اهو عرض الفدان، وعلى الطريق على طول، على فكرة ده طريق عموم، ده طريق عموم على فكرة مش فرعي، ده طريق عموم. ال بتاع المشيحة اهي، والعرض الفدان 19 متر تقريبا، 19 ونص عرض الفدان ده على الطريق، يعني ممكن يبني فيه او يعمل فيه حاجة، تمام. اهو المانجا اهي، هقربها ثانية واحدة، ممكن تكون مش باينة عشان في الشمس. عرض الفدان الواحد 19 متر تقريبا ونص، الطريق اهو. لو حد شايف في عربية هناك، هي دي أول الطريق الكبير، الطريق اللي هو طريق الجيش الجديد. طبعا احنا مبدئيا احنا في سينا، طريق الجيش الجديد اللي هو بيودينا جاي من الثروة السمكية، مودينا ايه على جلبانة وقرية أربعة وكلام من ده، تمام. وفي طريق تاني اهو، احنا طبعا على التبطيء، يعني هو هنا خط مية اصلا مغطي، خط مية مغطي، لو واحد عاوز يحط مكان عليه هيحط مكان عليه من هنا ويروي، تمام. الطريق دي بقى كمان موصلنا، اللي هو من هنا، من طريق الجيش الجديد، من طريق الجيش الجديد لما لحد بيوديك اخر الطريق على الطريق على الشركة العمومية، على الشركة العمومية اللي هو ايه، بيوديك على المدينة والانطرة يمين، بيوديك على المدينة والانطرة في اخر، في نهاية الطريق دي بيوديك على الانطرة والمدينة، وعلى وشمالك بتدخل على جلبان، تمام. في موقع برضو ما شاء الله، يعني موقع حلو، والفدان مطلوب فيه 500 ألف، وبمنجته بحاله، اللي ان شاء الله لو في نصيب حد خدها ياخده بمنجته بحاله، تمام. الفدان مطلوب فيه 500 ألف.